هنا سوق مؤقتة في جباليا بقطاع غزة، فرضتها ظروف الحرب التي قطعت أوصال المنطقة. وسط الدمار والركام، بعض الفلسطينيين يحاولون شراء ما استطاعوا تحمل ثمنه، أو يتجولون ويكملون طريقهم بسبب الغلاء الحاد وعدم وجود مواد متوفرة لتلبية احتياجاتهم الرئيسية. حياتنا صعبة جدا من ناحية المأكل والمشرب، لدينا أطفال، هؤلاء الأطفال لا يتحملون الجوع والعطش. على وقع القصف والغارات يواجه أبو أحمد صالحة صعوبات جمة في الحصول على الغذاء لعائلته في مخيم جباليا الذي تعرض لأضرار بالغة بسبب الهجمات الإسرائيلية. يبحث عن نباتات برية صالحة للأكل لمواجهة الجوع، يجمعها ويحضرها ويصنع منها حساء يطعم به أطفاله. اليوم الأكل زي ما انت شايف خبيزة، هذه اليوم اللي قدرنا نحصلها وقدرنا ندبرها. وفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 85% من سكان غزة بسبب الحرب الإسرائيلية ويعانون من انعدام الأمن الغذائي. يعيش مئات آلاف الأشخاص دون مأوى، ويدخل جزء بسيط من شاحنات المساعدات إلى القطاع وسط إجراءات معقدة وبطيئة، بينما تعيق إسرائيل دخول المساعدات إلى شمال غزة بحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.